كما كتشوفوا هذا النهار الثاني في هذه المباراه، قمنا بهذا التزيين ديال الحي وعملنا واحد المبادره من الشباب الحي الورده، شاركوا مع بعضياتهم كان يدفع مساهمات، ماشي الشباب حتى الديور كاملين، كل واحد باش ساهم باش ما قدر الله، وقدرنا ننجزوا هذا العمل هذا اللي هو واحد العمل صراحه بالنسبه للاطفال، عمل كبير بزاف واستفدوا منه الاطفال، جبنا لهم عده الشخصيات اللي معروفه في الساحه الاطفال، ميكي، دورا، سبونج بو، وهذا ماشي اول احتفال اللي نعدلوا في هذا العيد، قمنا بواحد الاحتفال العيد النهار الاول في العيد، هذا العيد هذا قمنا بتزيين الحي وعدلنا قوس مره ثالثه باش كيتعدل دابا، قمنا بعدلنا الافطار، الناس ديال المسجد خرجوا من الجامع عدلنا لهم الافطار، كان داك الشيء رائع بزاف، وشكرا وعيدكم مبارك مباراه سعيد، وشكرا شكرا شكرا بزاف للناس ديال الحي، لولا الناس ديال الحي وما هما الوالدين كبار الناس كبار ديال الحي هما اللي كيجيو لعنا هما اللي كيدعمونا، كيقولوا لنا نوضوا كذا وعملوا حنا معاكم وكيدعمونا ماديا بزاف، شكرا بزاف. نشكر جمعية حي الوردة لتنظيمها هذا الحفل الجميل الذي ذأبنا على تنظيمه كل سنة من أيام ثاني عيد المبارك، شكرا بما تقوم فيه بتنشيط الأطفال وفرحتهم جميعا بتسليم الهدايا وتوزيع الحلويات عليهم، شكرا جزيلا لهذه الجمعية. كما تأتي جميع الأحياء المجاورة لهذه المنطقة لمشاركتنا هذا الحفل الجميل بصحبة أطفالهم الصغار، وشكرا على هذه المساندة. اليوم حنا في حومة ديال الوردة، شباب حي الوردة كيحتفلوا بثاني أيام العيد، تبارك الله كما شفتوا الأجواء جميلة، نشطنا مع الأطفال، كان داك الشيء في المستوى، الأطفال كان ناقصهم فهمتي ولا هذه الفرحة، كنشكروا الجميع طبعا، كنشكروا الناس ديال حي الوردة، كنشكروا الشباب ديال حي الوردة اللي طبعا نظموا هذا الحفل، وشكرا. حي الوردة جوج زنقة ستة، حنايا هذا الاحتفال هذا كنعملوه كل عيد إن شاء الله، الدراري مع بعضهم كنشطوا الكبارين بالصغارين، هذا الشيء هذا عجبنا وكل عيد كنعاودوه إن شاء الله، وكنطلبوا الله كنطلبوا الله العام الآتي إن شاء الله نزيدوا نوسعوا الميدان إن شاء الله. السلام عليكم. Yeah.